اليوم هو 21 فبراير، وهو اليوم العالمي للمرشد السياحي اللي كيتحتفل به في العالم بهذا المهني وهذه المهنة اللي هي من بين المهن السياحية المعروفة. دونك حنايا الجمعية الجاوية للمرشدين السياحيين مراكش آسفي، عضو الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، كتحتفل باسم المرشدين السياحيين بهذا البلد ككل بهذه المناسبة. هذا اليوم 21 فبراير 2022 من أجل تكريم أولا هذا المهني السياحي اللي هو كيتعتبر من المهن الأكثر أهمية وأساسية في الحلقة ديال المهن السياحية. حنا دابا هنا في ساحة جمع الفناء العالمية، كان يعني النشاط الأول هو استقبال المرشدين السياحيين تشريفا لهم وتكريما لهم في هذه الخيمة اللي كتشوفوها وراكم منذ الساعة 9 صباحا، يعني باستقبال المغربي المألوف بالشاي والحلوى وكذلك تنشيط اللحظة. من بعد عندنا أنشطة موازية، ولا النشاط المهم الموازي هو الجمعية كتهدي زيارات مجانية لجميع يعني الوافدين السياحيين أو السواح اللي في المدينة، وذلك درناه عن طريق إخبار الفنادق، إخبار وقيلة الأصفار، إخبار حتى المطاعم والمهنيين النقل السياحي من اجل يعني تشهير لهذا النشاط ونهديو، لانه العمل ديالنا هو اشخاص كيزاولوا مهنه الارشاد السياحي. دونك كنهديو زيارات سياحيه هذا الصباح بالمجان. ومن بعد عندنا نشاط اخر اللي غادي يكون مرتبط باللقاء بالمهنيين السياحيين بعد الزوال بشراكه مع المندوبيه الجهويه لوزاره السياحه. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي للمرشد السياحي. كتعرفوا بان المرشد السياحي عنده واحد الدور مهم، دور في تثمين الموروث الثقافي، دور في تثمين الموروث الطبيعي والمنتوج السياحي بشكل عام، وبالتالي فهو كتعتبر واحد السفير ديال واحد وجهه معينه لدى السائح. وكيف كتعرفوا اليوم السائح ولات عنده متطلبات دقيقه، متطلبات عالميه، والسائح اليوم كيقارن ما بين واحد المرشد في واحد المكان معين في واحد الدوله معينه وما بين شنو عندنا حنا. وبالتالي فاليوم خصنا نستجبوا لهذه المتطلبات ديال الجوده ديال السائح، ديال هذه المتطلبات في توصيل هذاك الموروث، وباش نوصلوه بشكل كتوفر فيه جميع المتطلبات والجوده. وزاره السياحه من اجل الوصول ونبلغوا هذا الهدف ديال ضمان هذه الجوده اللي تكون جوده عالميه، فقمنا واحد مجموعه من من من, من الاوراش، منها ما هو كيهم تحيين ديال المجال القانوني، منها ما كيهم تكوين، وكذلك اللي كيهم حتى الجانب الاجتماعي والاقتصادي وخصوصا التغطيه الصحيه. بغينا نوصلوا من هذا الاحتفال الأمل في المستقبل والأمل في الله سبحانه وتعالى، وبنا نحاولوا نردوا واحد شوية من الابتسامة اللي فقدها المرشد وفقدها جميع المتدخلين في القطاع السياحي هذه سنتين. إذن الهدف ونتلاقاو بيناتنا ومع الإخوان ديالنا اللي سنتين يعني قلتها وتنعاودها ما شفناهمش، ونحييو صلة الرحم، ونحتفلوا بواحد اليوم اللي نعطيكم واحد التجربة عشتها البارح، اللي مالوغوزمون الناس المتدخلين في القطاع السياحي وما تعرفوش هاد التاريخ، وهاد 21 فبراير اش كيعني في القطاع السياحي. والتجربه اللي عشت البارح
هو انه درنا واحد الجوله انا والاخوان ديال المكتب على عدد من الفنادق ديال مراكش باش نوزعوا هاد لي زانفيتاسيون للزبناء اللي بغينا نستقبلوهم ونهديوهم واحد نعطيهم بهذه المناسبه واحد الزياره لمدينه مراكش. اول سؤال كان طرح الاخوان اللي في الاستقبالات في الفنادق اللي زرت هو اش كيعني لكم 21 فيفري؟ قبل ما نعطي لانفيتاسيون تنقول لها اش كيعني لك 21 فيفري؟ والله العظيم ما كان حتى شي واحد اللي جاوبني. ومن بعد تنقول لها ودي راه 21 فبراير هو واحد اليوم العالمي للمرشد. بهذه المناسبة تنبغي نهنئ جميع المرشدين، رغم أن هذا الاحتفال تيجي في ظروف استثنائية اللي هي الجائحة ديال كورونا اللي خلالها المرشد السياحي على الصعوبات مادية ومعنوية خلال هذه السنتين، وبالتالي فالرمزية ديال هذا الاحتفال أكثر من أنه يكون احتفال هو أنه إعادة الأمل للمرشد السياحي، ومن خلاله أننا نديره واحد الإشهار لمدينة مراكش من أجل عودة السياح، ونتمنى الأمل لغد مشرق في المستقبل.